قل دورتها 7 أيام، لكن إن زادت الدورة اتصلت إلى أكثر من ذلك إلى 10 أيام أو أكثر، هل تعتبرها دورة؟ نعم، إذا زادت الدورة بمعنى امتد خروج الدم عن المعتاد فإنها تحتسبه من الحيض، لقول الله عز وجل: يسألونك عن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى وهذا أذى. فكونه زاد يوم أو يومين أو أكثر من ذلك فهذا لا يخرجه عن كونه من زمن الحيض الذي تثبت له أحكام الحيض، إلا أن يتجاوز 15 يوما. إذا تجاوز 15 يوما عند ذلك لا بد من الاغتسال، لأن الحيض لا لأن أكثر مدة الحيض 15 يوما، نصف الدهر كما جاء في حديث أبي سعيد: تمكث شطر الدهر لا تصلي ولا تصوم.